هالدنيا فوضى وهلأ بدي اطلع حكاية هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي فوضى هالدنيا فوضى وهلأ بدي اطلع حكاية هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي بدنا نحكي عن الهموم مين الظالم والمظلوم ونسمعكن غناية ونسمعكن غناية عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر هالفوضى شو فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً وفلان بدنا نحكي بأعلى صوت هالفوضى شو فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً بتعرفوا يا شباب؟ خير بتعرفوا مثل ما أنا بعرف؟ شو والله ما بعرف شيء بس إحساسي اليوم المخرج ايه منيح؟ المخرج المخرج حاجة تهزي لسه حاسس ايه وعصبتي رجليك شو بدك فيني؟ إحساسي اليوم أنا شو وقعتي؟ نظاراتي هاتي هاتي نظاراتي إحساسي اليوم ايه هذا تبع يا زهير ايه شعراته منكوشين ايه احساسي انه اليوم المخرج ارتب من حياتك شعراته منكوشين ما شاء الله حولك انت على اساس احساسي انه اليوم المخرج بدي قلعه لا تقوله المخرج ما بيحسن يستغل شو بدي قلعه بدي قلعه اجيب واحد غيره معقول لكن لانه تعب من الكفوف اللي بياكلها كل يوم صباح الخير يا زملاء اجى الاستاذ في عندي احساس كمان انت عندك احساس ايه طبعا عندي احساس انه كنتوا عم تشوا علي هذا الشيء مزبوط مزبوط مين كان عم يحكي؟ صراحة أنا وأستوذ شو عم تقول؟ عم بقول إنه اليوم إحساسي أنا إنه المخرج هلأ هذا الاسمين هذا اللي أنا بسبقه كل ما يفوت كفة بهر أسنانه لحظة أيوة هذا هو وعود نظارات اعطيني إياهم مشان ما تشلش حالك فيهم كمل الحديث إحساسي إنه اليوم هذا الاسمين اللي أنت بتدحه كف كل يوم تبرر له أسنانه إيه إنه اليوم بدي ألعبك إيه اللي بدي أقول لي هلا شو شو كان رأي الأستاذ؟ رأيي أنا؟ إيه؟ إنه ما بحسن يستغني عنك لا كذاب كنت عم تقول إيه بده يقلعه ويا ريت يقلعه ونرتاح منه أنا هو شعراته المنكوشين قلت لك شعراته أرتب من حياتك كمان لحظة هو ما هيك حكى هي حكيت هذا الحكي شو حكيتي هذا الحكي؟ أنا؟ يو أستوذ نعم يو أستوذ هذا إيود كل ما بيحكي بيضل عم بيضحك بيضل عم بيضحك معناته هو كل ما بيحكي كل ما بيضحك عليك أيوه لا مو صحيح لما بتحكي كلمة والله والله انا ما طول بالك استاذ انا ما بضحك لا روح لا لا عم طول يا استاذ طول بالك بصير انا هون رئيس الفرقه عود حاضر شوف يا ابني يا استاذ الشفيق انا استاذ ابو زهير يا استاذ ام زهير ايه تفضل احساسي حزون اليوم شو القصه شو القصه انه المخرج بده يجي لهون متنكر مشان احنا ما نعرفه انه هو المخرج هيك احساسه والله يا اخي عندك حاسه منيحه قبل ما يتغدى فينا تعال نتعشى فينا شلون قبل ما
يتعشى فينا. نحن نتعشى فينا بغدا هي تبع عرفتها استول. انا جوعان كثير والله، يا ريت تدقوا لنا. وين ما معي تليفون؟ مطعم الاحلام جيب لنا كم وجبه. الله يرضى عليك. اسمعوا هلا، اذا فات المخرج متنكر اعملوا حالكم ما بتعرفوا، اتفقنا؟ اتفقنا. بندقوا قتله. ايه تاركم من ثلاث شهور، شو رايكم؟ بس والله يا شباب. بس يا استاذ ما بصير هذا الحكي، يعني معقول المخرج ندقوا قتله؟ نحن شو بعرفنا انه هو؟ ما بقول انه احساسي المخرج جاي متنكر؟ انا صح. في شغله بدي اسالها بس، هذا مين؟ مين هاد؟ هذا اللي عم يحكي ما فهمان راسه من رجله. هذا اياد استوذ. هذا دادو. ممثل ماكو دادو. انا دادو. انت معنا؟ ايه. هذا مين؟ دادو. دادو بس استاذ. ليش ما اخذت منه 500؟ لي استاذ. انت من اول مسلسل معنا؟ لك انا هو ما 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 شفته؟ ما هو لانه نحيف ما شوفه. سالتي عافيتك. معك 500 ليره؟ ايه دي 20 500. ايه هات هات شوف هات. هذا معنا قلت لي اكيد بالصعود؟ ايه معنا. يلا مشي حالك، اقعدوا اقعدوا. ايه بنزل. طا 50 ليرة. طا 50 ضحك عليك يا استاذ؟ شو كان احساسك بده يعطيني؟ انا كان احساسي بدي اعطيك 500 ورقة. 500 ليرة، ليش عم تكسر احساسك؟ ليش عم تكسر احساسك؟ يا استاذ ضل معي 500 ورقة بدي ارجع فيها على البيت. على كل حال انا احساسي يا رفاقي ويا زملائي ويا اصدقائي انه هذا المخرج تبعكم اللي انا كل ما يفوت عم بقدح وكفر له اسنانه. ما في يستغني عني إلي بالفراغ، راح يستغني عنكم كلكم. انت بالذات ما بيستغني عنك. اسمعوا اسمعوا احساسي انه اجى واحد متنكر، يمكن هو المخرج. يعطيكم العافيه شباب. اهلين شلونكم؟ الحمد لله. تفضل اعملوا حالكم ما بتعرفوه. المخرج هون؟ لا والله راح راح. انا مين؟ الاستاذ هو المخرج، نحن ما عندنا مخرج. انا ما عندنا مخرج. كيفك استاذ؟ اهلين يا حبيبي. بعتني المخرج هذا السمين الاصلع. هذا الاسمين اصلا؟ لك هذا اذا بشوفه علي ما علي قادح لك اياه بالكف، خلي اسنانه يمشوا قدامه نظام منظم. استوز تفضل. متنكر متنكر. لك هذا هو المخرج متنكر. متنكر. لك يا اخي احساسك غلط، هذا مسكين مبين درويش لابس قلبيه. والله احساسي مو هذا المخرج. معناته يمكن بده يمثل. ليه؟ هذا جاي فوت منه 500. هلا هلا عشان نتغدى. هلا بنسحب. استاذ تفضل. وبعت معي هاي الصبيه الحلوه، قال كمان شو تعطيها شي دور. لك هي مو انت. لك هي مو خطيبتي. ما رأى علي هي البنت انا. خطبتها بالمرة. ايه والله. تعي تعي ليش واقف؟ تعي روح لهنيك عمور. ايه تعي تعي لهنيك. تعي انت شو اسمك؟ اسمي نور. مين؟ نور. نور ولا نور انا وزهور. خلص نور على نور انا وزهور. حلو كثير صوتك، حلو صاير لك. لك تصير انا مطرب. لك كمان تاخذ دوري بالغني؟ لو ما بدي اخذ دورك انا حاعمل سي دي. بنساوي انا وياك تيود. شو يعني تيو؟ يعني هدول الاثنين بيغنوا مثل تبع ديو 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 هذا المغني تبع كفوري. و مين حبيبي انا؟ انت علي. مين حبيبي انا؟ انا كنت حبيبي. انا بدي اشوف زهير شوي وبرجع لعندكم. شوف زهير. شوف زهير. اي بس شوف زهير. بتعرف شو السوز؟ لا تروح. انت مين بعدك لهون؟ هذا المخرج الاصلع لسمين. المخرج سيدي هذا المخرج الاصلع لسمين بده قتله قدحه. هو عم يضحك علينا. هذا هو المخرج؟ لا مو المخرج. تعال دقوا. بلا مخرج. هذا المخرج. ايه تعال دقوا. انا حالف يمين بس شوف. لا ما يحط اسمه. اطلوا بقى يا شباب. يا شباب اطلوا يا شباب اطلوا بقى. يا زهير زهير قلت لكم احساسي انه هذا المخرج؟ شلونك استوذ؟ انتو كل واحد جديد بيجي هيك بتستقبلوه؟ مو انا يا استوذ، ذاك هو والله وكيلك هو اللي بياخذ 500 ورقه، اخذ من هذا الاجنب 500 ورقه اللي ضربك على راسه. ايوه يعطيكم العافيه، على كل حال نص هالطقم بدي غيره، والله جايب لكم نجم اليوم. والله نص الطقم نجم. نص الطقم نجم جديد اليوم. نجم جديد غير غير استوذ غير بس لحظه شوي. نص هالطقم طقم شو؟ طقم كاسات نحن؟ لا شو طقم؟ شو نحن هيك يعني المصطلحات تبعتنا مصطلحات انه نحن ارفعوا المصطلحات يا استوذ ارفعوا المصطلحات. شلون يعني بدنا نرفعها؟ يعني ما تقول نحن طعم. يعني شو بدي اقول عنكم لك؟ قول نحن جوز. جوز؟ ايه بدنا مقدوس. وين مقدوس؟ راح اخر مقدوس. السلام عليكم استاذ. كيفك استاذ؟ اهلا وسهلا. اشتقنا لك كثير يا استاذ. ايه بعدي بعدي شوي بعدي بعدي شوي. عند اذنك انا رايحه. بعدي. مين في هون؟ مين؟ انا. والله يا اخي المفتاح مو معي. مع مين لك؟ مع جوزي. ايه
ايوه ما فيك تحاكينا من ورا الباب يعني بس من ورا الباب؟ بلا إني اخي شو بدك؟ بدك تدفعينا فاتورة الكهرباء. على عيني وراسي. اتفضلي. يا والله يا اخي المفتاح مو معي. استاذ استاذ فؤاد. نعم استاذ مروان اجا. تعالوا تعالوا بسرعة المكتب. قوم 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 بسرعة مشان نعمل بروفو معه. شرفوا يلا بسرعة. تعي لهون. يلا استاذ. تدري ما معك المفتاح؟ ما هدي وماني متوترة. لا ام بلا متوترة. روقي روقي شبك ليش؟ لك بنتي بكالوريا واليوم نتائج البكالوريا. طيب الله يعطيك العافية. الله يعافيك اهلين. يا اختي والله هي شطورة وما بينخاف عليها بس انا كثير خايفة. طيب روقي روقي. خير ان شاء الله خير 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 خير. ليش هيك عم توتروا من الصبح؟ اليوم نتائج البكالوريا وبنتي بكالوريا. كثير متوترة انا. ايه لا تتوتري اتكلي على الله. هلا بعد شوي رح يجيكي خبر انه بنتك نجحت بالبكالوريا وجابت علامات طب كمان. بنتي انا؟ اي لك. الو اهلي طمنيني كرمال الله. ايه قدي جابت؟ ليش؟ هاتيا هاتيا لك تقبري قلبي يا أمي يا حبيبة قلبي. مبسوطة؟ أي يلا حبيبتي هلا بس أرجع بشوفك. مبروك باي. شو؟ لك نجحت وجابت علامات كتير عالية. ما قلت لي أنا بس بدي أفهم أنت شو عرفك أنه بنتي بدها تنجح وتجيب علامات عالية؟ أيوة يا ستي هي اسمها الحاسة السادسة. آها ومنين اجتك هالحاسة السادسة؟ من عند رب العالمين. من عند رب العالمين. دخيلك خلي هالحاسة السادسة تغطي علينا شوي بدي اروح على السوق شوي. لا لا ما تروحي لمحل هلا. بعد شوي المدير رح يبعث خبر انه بده اياكي. واذا اجى حدا وما لقاكي رح يخصم راتبك ويبهدلك كمان. فخليكي هلا ما تروحي لمحل. صباح الخير يا اساتذة. صباح النور. كيفكم اليوم؟ تمام. عفوا آنسة سمر بده ياكي المدير. نعم بده ياكي المدير طلبك المدير. طيب يلا طالع على المدير. لا مو طبيعي لا. ادقوا على الخشب يا جماعة ادقوا على الخشب مشان الله. شو سعاد؟ مالك ناوي تروحي تجيب هدية لأختك؟ بلا لا. شو؟ تفاجأتي ما؟ شو عرفك انه بتجيب هدية لأختي؟ يلا يلا قومي نروح نجيب هدية لأختك لأنه أنا حاسس إنه ما حدا رح يطلبنا هلا، شو رأيك تروحي معنا أنت كمان؟ يلا شرفي. طب استنى بلكي طلبنا المدير. عم أقول لك ما حدا رح يطلبنا، خلص عندي القصة حاسة سادسة ولو. طيب. يلا شرفي يا جماعة تفضل. تفضل. شكرا. شو علي؟ آخ لسا ما بيعرفوني أنا لما بلعب 41. اليوم رح فرجيهم قيمتهم بالطرنيب لك. شلونك سمران؟ أحلى أب مروان. قلت لي ما حيعرفوك ها؟ إيه حتورجيهم قيمتهم بالطرنيب. ليش بحياتك أخذت برتية على الشباب أو ربحت عليهم؟ لك والله أنا دايما بربح. أيوه قلت لي. بعدين مو عيب عليك؟ رايح تلعب طرنيب مع الشباب وتارك أبوك بهالحالة؟ شو أبي بالبيت هو قاعد ما فيه شيء. قاعد ما فيه شيء؟ أبوك صارت معه نوبة قلبية. لك شو عم تحكي يا زلمة قاعد عم شوف الأخبار أبي ما فيه شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه؟ هلا بيوصلك الخبر. رد على موبايلك. الو؟ امي؟ شو؟ ابي صار معه نوبة قلبية؟ جاي فورا. هي هي الحاسة السادسة. ايامك ابو مروان. ايامك. يا ميت أهلا وسهلا بريما لك نورتي تقبري قلبي شو حليانة. أهلا فيكي مرت عمو كيفك شو أخبارك؟ الحمد لله. لك وين أمك ليش ما أجت معك؟ أمي بالبيت عم تشتغل.
بالبيت ولا مو حابة تزورنا؟ لا الله يسامحك، عندها هيك كم شغلة بالبيت وبتلحقني. لك وين عمو لهلا ما بين؟ لا تقولي إلا وصل، بيكون على الطريق. ناطرته أنا. إيه ما قلتي لي. السلام عليكم. أهلين عمو، كيفك؟ أهلين يا عمو، كيفك؟ شو أخبارك؟ عم قول ليش البيت منور؟ تفضلي أهلا وسهلا. وجودك عمو. يسعد لي هالصباح منور. أهلين مروان، أهلين، شلونك؟ شو أخبارك؟ يا رب. مروان؟ ايه حبيبي. لا فنجانين قهوة الله يستر. لا 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 مرت عمو خليكي قاعدة، لأنه بدي أحكي موضوع ورأيك كثير بيهمني. أيوه. خير عمو شو في؟ عمو بتتذكر الشاب اللي بزمناتي حكيت لك عنه؟ لكان لكان بتذكره منيح، هذا رفيقك بالجامعة مو هيك؟ مزبوط. شو بقى؟ قال اليوم بده يجي يخطبني. أبو مروان أنا ما قلت لك إنه ما تدخن بالبيت أم مروان قلت لك قومي اعملي لنا فنجانين قهوة بلا كتر حكي يلا. لا 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 تعذبي حالك مرت عمو خليكي. ايه طفي السيجارة بالأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه عمو؟ ايه مثل ما عم قلك بقى ما بعرف أنا شو هلا بتصرف أنا مشان إنه بده يجي يخطبني. والله معك حق يا عمو، بس هذا الشاب على فكرة نصاب وشرشوح وكذاب وما بيستاهل صير معيتك مثل ما عم قلك. ايه عن جد عم تحكي عمو؟ لكان لكان أيوه بتعرفي على واحد شرشوح؟ بس أنت شو عرفك أه؟ شو عرفني؟ ايه قومي افتحي الباب لأخي أبو أحمد وبلا كتر حكي قومي. جاي أخوي. ايه والله. يلا درملي مروان يلا. أهلين يا عمو. أهلين فيك عمو. نورتينا. أنا أزني قلبي من جيت. أهلين أهلين. أهلين أخي أبو أحمد، تفضل أهلا وسهلا. لك يقطع عمرك أنت، منين جايبتي لي إياهم لهدول الجماعة؟ لك هذا طلع نصاب وشرشوح وكذاب ولك ما بيستاهل صر ميتك. طول بالك أبو أحمد طول بالك، ما في داعي للعصبية. عفوا عفوا لا تؤاخذني والله نسيت سلم عليك. أهلا يمك أهلا وسهلا أخي. عود خلينا نشرب فنجانين قهوة سوا وهلا بنحكي على رواق، تفضل أهلا وسهلا فيك. رح ساوي لكم فنجانين قهوة. بس أبو مروان اعطيني السيجارة لإلا. الدخان ممنوع، عم تفهم؟ يلا. شلونك أخي؟ إن شاء الله بخير. والله مشتاق لك، قل لي أخي. تفضل. شو صار معك مع رفيقك هذا تبع العقارات؟ مصر ياخذ بيت لحاله لسا ولا لا؟ أهلين أخي أبو أحمد، أهلين، أهلا وسهلا. أهلين أهلين أخي. طول 700، لبنة 500، اليوم معناتها 550، شاي 400، كمان اليوم 450. 475 الشاي معلم. يعطيك العافية أبو رضا، شلونك؟ شو أخبارك؟ طمني عنك، شلون الشغل؟ الحمد لله، وأنت شو دخلك؟ أنا شو دخلني؟ لك شو الأسعار طالعة؟ قال كثير. لك أنا طالعة. هلا بعد شوي رح يدق لك حدا يقول لك طلعت كمان زيادة. هي بعرفها هي قديمة. عاملي حالك بتعرف يعني كل شيء انت. لا لا انا ما بعرف اي شيء بنوب. طيب شو رايك انه هلا رح يجي لعندك واحد لابس جاكيت احمر من التموين، فدير بالك من القصه عم اقول لك. لك يا روح عنا عنا يا ماشي. الجبنه 850 875 لا 850. مرحبا يا اخ. حضرتك صاحب المحل؟ لا 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 انا ماني صاحب المحل، بس لقحت الاسعار، بس انا من التموين. شو من التموين؟ الله يوفقك يا ابو مروان. الله يخرب بيتك يا ابو مروان عليك حال. الله معك ابو رضا. الله معك. سلم سلم معلم. بس اعطيني لائحه الاسعار على السريع، لا تناقشني الله يرضى عليك. في شغله اهم من هذا الحكي كلياته. هلا مديرك بعد شوي بده بيقول لك الغي هاي المهمه كلياتها. من الاخير رد لك موبايلك عم يدق، مالك سمعان؟ رد حبيبي رد حبيب القلب. الو اهلا وسهلا استاذ. شلون التغيت؟ طيب طيب يلا الله معه. ابرضا يا ابرضا راحوا. ايوه هذا هو على راسي يا عمر. عم تقلي بدل ما اولع على السيارة يجوز تضربني. يسعد لي صباحك. صباحك مروان. اهلين حبيبي، كأنك مو على بعدك. شوفي قلي احكي لي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا مروان، ما بعرف ليش هيك حاسسني قلبك حيصير معنا مصيبة كثير كبيرة. هلا انت مو مظبط كل امورك، امورك ماشية؟ كان مروان لكان اموري كلها ماشية. لكن ليش خايف؟ ما حدا ماسك علي شغلي هالقد قدها، بس ما بعرف حاسس انه هيك في مصيبه حتصير. مالي مرتاح، مالي مطمن. ايه هالمره الحاسه السادسه عندك مو ظابطه ابدا. ها
قومي مروان، قومي شوفي مين على الباب. ايه بشوف مين. الله يشيرنا. مين؟ انا. اهلين يا هلا. اهلا وسهلا، تفضل اخي تفضل. انا هتفضل. انت يا مروان؟ ايه انا يا مروان، خير ان شاء الله، شوفي. شرف معنا لو سمحت. خير، شوفي. شرف معنا لو سمحت. لك شوفي. شوفي. المعلم تبعنا عارف انه عندك حاسة سادسة. شو؟ اولي 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 اكيد اكيد كشفوا انك عم تسرق من صندوق الوظيفة يا ابو مروان. ليش شو عم تحكي انت يا مرة؟ لحظة لحظة احكي لحظة. قولي اخت ولي. ولي شو عمل؟ عم يسرق من صندوق الوظيفة. تمت سرقة معاشات الموظفين كافة من صندوق الوظيفة الخاصة به. لك اخي طول بالك، هذا الحكي ما له صحيح بنوب، ما له صحيح، عم تكذب، هي عم تخرف. ليش انت مو صندوق تبع الوظيفة؟ لا. اولي 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 لكن اكيد اكيد كشفوا انك بصمت ابوك قبل ما تموت وحرمت اخواتك من الوردة. يا لولي اولي خلوا لحظة لحظة عشتوا لولي. حرم اخواته من هي ما دخلنا فيها نحن. نعم هي ما دخلك فيها. ايوه لكن انت اكيد 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 من الكهرباء وكشفت انه ابو مروان عم يسرق كهرباء من 20 سنة. الله لا يوفقك الهي، الله لا يوفقك. وتم سرقة خزانات الكهرباء وخطوط التوتر العالي من قبل ابو مروان وسرق كفوف قماش لكي لا يتكهرب. نغرمه بالكفالة وغرامة مادية وحبس على حسب الإشعار والترصد ويسمح لك بتوكيل محامي وأي كلمة هذيك فيلم أجنبي وغيره ستخدم ضدك في المحكمة. كرمال الله يا جماعة، كرمال الله. أنت شو جاي تعمل هون بالضبط؟ قل لي بس فهمني. لك أنا جاي أخذك لأنه أنا عندي حاسس ساسي أكثر منك. حاسس ساسي؟ الحاسس الساسي تبعي بتقول إنك ما رح تطلع من الحبس بحياتك. قولي أبو مروان. شو؟ كأني خبصت كثير مو؟ لك روحي الله لا يوفقك، وهالمرة الحاسة السادسة تبعي عم بتقلي إنه لازم هلأ طلعك. روحي وأنت طالق طالق طالق. في زباين عندها. طيب شو طالع فيديوهات يا شو؟ لك ايه ما اجيب لك مطربة. مطربة شو؟ مطربة تغني وبرنامج. هذا المحل متحمل. لك متحملك يا عمي، متحمل ليش ما بتحماش؟ والعالم احسن منا. مطربة لا الله يخليك ما فوت نسوان على المحل. لك شو لك تجيب مطربة؟ هيك بتلاقي مناسب؟ ايه معلمي، جبنا مطربة، والله 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 بنروق كثير. شحرو؟ نعم معلمي. بتعرف تسد بوزة وتروح تجيب لنا كاستين شاي بلا لعي كتير؟ أمرك يا معلمي. شوف أنا برأيي جيب مطرب، بس مطربة أحسن. لا مطربة ما لي مصلحة، بدك مطرب تتكل على الله. عندي رفيق بلوي بخلي يأمن لنا هلا مطرب بسرعة، شو رأيك؟ الله يخليك بس ما يكون غلو جيب. هلا شو بدك أنت؟ أنت لا تاكل هام. هات ندق له إن شاء الله يكون رحمه معي. بيكو إن شاء الله ما يكون معي. فؤادو حبيبي كيفك؟ شو أخبارك؟ وين أرضيك هلا؟ بدي إياك بموضوع ضروري كتير ومهم كتير، شغلة إنسانية لصديق وحبيبي. الله يعزك. قهوة أب سعيد بتعرفها؟ بكرة الساعة 3 الظهر. خلاص بكرة الساعة 3 قهوة عمك أبو سعيد. أوكي حبيبي يا فؤاد، يلا باي. خيو بكرة بيجي لهون بنحكي. بدك شيء؟ الله يخليك. وين هذا شحروق أساس راح يجيب كاسين شاي؟ هيك وليك وأجي. إيه يا مي أهلا وسهلا، تفضل مع المي.
بدي اشياء سعيد. كم كاس الشاي؟ خلاص اشرب. السلام عليكم. مع السلامه. بكره اشوفك. ناطرك. ها خلص اخي سعيد، وصلت الفكره. موضوعك دواء عندي، هاي القصص انا مزفتها روح ارجع، لا تاكلها. بس تاخر سعيد كاني ما وعدني هلا الساعه 3 اساس تكون هون انت وياه. انت مو اول زلمه بننشكم الفقر. قصتك كلها ما بتكلفك على بعض 10,000 ليرة، جاهز تدفع؟ قل لي جاهز خلاص، لك قل لي جاهز وبس، انت استبينا لا تاخذ وتعطي معي، بس قل لي جاهز. اخي شو بدك تكل على الله؟ حبايبي ابو سعيد. اسلم. كيفك؟ والله الحمد لله. حليبك جاي بالموعد؟ شلون؟ بتعرفني انا، بيك بين. لا مو بين حبيبي. تفضل تفضل. اصحابه تعال. ايه شو صار معك؟ لقيت شيء؟ حكى لي وجعه. ايه اخي عم يقول لي قهوته ميتة ولا زباين ولا طاولة خبره، تمام؟ انا حاعمل له اعلان بالجريدة. ايه حجيب له بطرة بطربين ثلاثة مشان حرك له الجو. وحازم ما بده شيء القصة. حلو. بنعمل له جو فيها. والناس عشان تنحب. الطرب والسلطنة والغنى والدعم وانت باين تبعتر ومن حلال وقعت بايدين ابن حلال. يعني بيشتغل المحل؟ لا بيشتغل. بوس ايدك. شبك روح شوي. روح شبك. شايف شوفت عينك المحل؟ روح شبك مدلودة. روح شوي. وادور؟ حبيبي. كيفك؟ 100. اخيو؟ الزلمة دلساته مبارك. من الاخير المطرب قديش بده؟ هلا المطرب ابو 25,000 بقول لك هات 2000. وين رايح؟ 2003. شلون 2003؟ لك لك شو بدك عندي؟ شلون 25,000 ليرة أول شيء عم تحكي؟ الشغلة بدي أعلن إنه يلزمنا مطرب جي تماما. أيوة. والناس بس بدها لك مين ما كان عم يغني بالحمام. كان صوته ما حلو؟ لك أخوي نجيب غيره وعندي 2 3 4 10 قد ما بدك معلم. بنك مفتوح للمطربين. أيوة. شو رأيك أبو نورس منيح يا حبيبي؟ خلص اتفقنا اليوم الساعة 8 بجيب لنا عازف اور وبجيب المطربين. عندي طلع شو معطر لك حرق قلبي. على فكره قلبي محروق. انا مبين علي قلبي محروق. ما عازف الاور بتجيبه؟ انا بجيبه. صح. لك أنا. والمطربين شلون بدك تجيبه انت بقول الساعه 8؟ لك يا حبيبي عم اقول لك بعمل لك اعلان سريع. شو بدك انت وهلا الساعه 3؟ شو عم تضحك علي فؤاد؟ ابو سعود خليها لبكره. بكره بكره. طيب بكره اليومين 3 ميل اعلان انت بالجريده وبكره بنجتمع هون. هي بدها يومين ثلاثة بكل الأحوال يعني. بس نحن عم نحكي عن حارك يعني بالمغزى. درقل درقل فؤاد. يلا أوكي على تليفون. سلتها بس كانت عطيه. عندك ابن ورس الموضوع ها؟ عطيه 4,000 فرق. خليهم 5 خلي لك لأن تعرف تكاسل لو عجبك. وهي خبز خلي الله يسلمك يا رب. تسلم لي يا رب. روح إن شاء الله ما بتشتغل بشركة إنتاج. روح الله يسلمك. روح عندي أبسايد فؤاد. أمرني عم ابن ورس بكرة بجيب المطربين وعازف الاورج. لك من عيوني انت بتعرف. درقيل لعيونك. دغري رح دق لك. دغري فورا. خلص عندي. شو بدك فيه؟ بمصالك رقبته. على راسي ابن ورس. اهلك ابو سعيد. الله يسعدك ان شاء الله. شو فت عينك المحل يعني؟ لا بده والله بيشتغل بيشتغل. يا رب بيشتغل. يا رب يسمع منك. يكون صاحبك نصاب؟ لا 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 هلا بيجي. استاذ مروان صار له 3 ساعات. حبيبنا حبيبنا. أحبنا بلا تؤاخذوني. يسعد لي مساء سعيد حبيبي. أحلى بنورس أستاذ مروان. آسف على التأخير. لا خلاص فهمنا. عم وين المطربين؟ جبت لك صوت بشق البوط. صوت بجنن. رح يخلي لك هذا الصوت هو ببغاء. لا وينه؟ كروان حبيبي. اسمه كروان؟ لا مو اسمه كروان بس أنا بحبه كروان. عرفوا عن حالك للأستاذ. غرقان البحر. شو؟ من إمتى؟ لا عفوا أستاذ اسمي غرقان البحر. أنت مطربجي؟ ايه استاذ مطربجي. مطرب انا استاذ مطربجي. بتعرف تغني؟ ايه طبعا بعرف. سعيد عندي زركني انا شغلتي هي. بتعرف تغني؟ ايه طبعا استاذ بعرف غني. استاذ مروان عزف لنا خليه يغني لنا شوي. اعطينا حبسي فيجل شيء ميجا دي. خو شو مع الاستاذ؟ انت علي. يا اخي شو 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 عم ينفط بول؟ لا 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 اقعد جنبي هون. تعا اقعد جنبي هون. تعا حبيبي تعا. شو قلت لي؟ اسمك؟ غرقان البحر. ايه ب 1500 مليون. قول. شو هي الغنية اللي تسمعها؟ شو هي الغنية؟ استاذ على الفاضي. شو؟ محلاكي. يعني انت شاغلة بالمرة؟ اكيد استاذ. انا هلا شحطني من الحفلة لهون. بالله؟ طبعا. شحطك؟ قول. استاذ هذا استاذ فؤاد شغلته شغلة. استاذ اعطينا على الفاضي. لا تنسيني تحب الله ما في بالك يا الله عن حالك ما بتخلى ما بتخلى عن حالك. استاذ هاي العربة بتزحت شوي ما تواخذنا. لتكون صوتك مبحوح.
مبحوح استاذ. هو استاذ عنده عربيات الصوت يعني شوي طبعا. لا طبعا شو اسمه الزلعوم من سمع غير شيء استاذ؟ سمعنا غير شيء. يلا خلص خلصنا خلص فوت يلا. انا لما اقول لك شو بدك تقول؟ انا لما اقول بلش يا اخي. انا لما اقول ما بعيد كلامي. شو بدك تقول؟ بس اقول سمعنا بقى استاذ. هاد موال عفوا منك. غرقان حبيبي حميه دخيل عينك. خلص فورا يا استاذ. ايه اعطيه شو للفار. بتحدى كل الاعمار من السبعه حتى التسعين شافوك وعقل ما طق. انا بقطع ايدي اليمين انت منك عادي يا بهيك المنطق بيقلي مثل الطلق الروس. يلا انت منك عادي هيك المنطق بيقلي مثل الطلقة الروسية. إذا ما قتلت بتشلي تاعي تاعي تاعي. أستاذ مروان حبيبي بنحكي مع الأستاذ فؤاد وتبدنا إياك. لا أنا قال لي إنه هلأ الحفلة. لا مو هم مسكرين شايف الطاولات فوق بعضها حتى الشحرور ما إجا لهون. الله يوفق على هالشيء. ما في غيره؟ لا ما شفت شو عم يخلق هيك. هو طبعا يمكن كثير اخ بس ليحمى هو بده يشتغل. هو رقاص ولا مطرب؟ استاذ اسمع لي هذا الثاني. هذا عن دليل صوت مخبلي حبيبي. هلا رح تسمع لي الصوت. هذا الفنان اسمه ماهر سليمان. وينه؟ صوت طربي. استاذ ماهر حبيبي تعال سلم على عمو ابو سعيد والاستاذ ابو نوراس. هلا 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 اهلين. شرف على جنبي حبيبي على جنبي. مطرب الاخ بتغني؟ ايوه قول لشوف. علي قرا من مراسيلك علي قرا بس اما تيجي وانا احكي لك علي قرا وامسح دموع في منديلك علي قرا وامسح دموعي في منديلك علي قرا علي قرا علي قرا. الله يعطيك العافية. شو رأيك أستاذ مروان؟ ممتاز. شو اسمك قلت لي؟ ماهر سليمان. طيب المساء بنحكي معك يا أستاذ. أوكي أهلا وسهلا. اسمع لي على الصوت استاذ. انا شابك لك يا استاذ خليل. شرف حبيب قلبي شرف. سلم على استاذ ابو سعيد. مرحبا استاذ خليل. كيفك استاذ؟ اهلا وسهلا استاذ ابو نوراس. مرحبا استاذ ابو نوراس. كيفك استاذ؟ خلص 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 عود خلص عود. شو استاذ مروان؟ عود خلص عود. شو اسمك انت؟ خليل لطيف استاذ. بتعرف تغني؟ بعرف غني استاذ. غني قول لشوف. استاذ بدي موسيقى و بدك موسيقى ولا موسيقى؟ هاد؟ بدي هاد وهاد. شو؟ خليلو خليلو حبيبي. لا بس بتعرف يكون وهرة استاذ انتم. لا لا شو لجنة نحن؟ ايه استاذ. خلينا نقول على 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 سطل المي. سجل في استاذ شوي متلبك انا. لا تخاف خليلو روي حالك. دحني شوي استاذ. فتحت استاذ. اوكي يلا. يا ارض اشتدي ما حدا قدي ويا ارض اشتدي ما حدا قدي وكل العينين الحلوين بتعرف شو بدي بتعرف شو بدي. الكل يغني يقول الكل يغني يقول الكل يغني يقول. شو بيقول؟ رياض الهوارة دبرها ومالها فعلت كل من بده عقله والشايب بده ختياره. هوارة بين تناصر تمشي وتهز الخاصر. هوارة بين تناصر تمشي وتهز الخاصر. عم تطلع على العازر يا هيك تكون الحضارة. وهو رياض الهوارة دبرها ومالها دبارة. هوارة يا نور العين حبيبي نحكي معك. خليني بعد أقول الهوارة. بنحكي معك يعني نجحت أستاذ؟ إن شاء الله بنحكي معك. تفضل أمورك بخير. حاكيني أبو خلق. أوكي حاكيني حبيبي. تفضل. شكرا أستاذ. شكرا شكرا عمي أبو. روح الله معك.
وين الشحرور؟ لك صانعك وينه؟ شحرور؟ يعني مالي؟ يعني جيتك؟ عجبوك عندي بروجرام؟ بس هلا بنشوف. طب سعيد ايه احسن واحد؟ والله كأنه مجنون هاد ما؟ هذا واشر شرف شرف احسن واحد ماهر. ماهر عجبني. الشاب الثاني من عيوني هلا بتروح بتعمل اعلانات انه بقهوه ابو سعيد المطرب ماهر. طيب اوكي بكره الحفله الساعه 8 اتفقنا؟ خلص اللي بدك يا بيصير في استفتاء ولا لا ارجع استاذ؟ شو خلص لا تاكل هم امورك بخير. عندك عندي لا تاخذنا استاذ مروان اليوم نقعدك كثير. استاذ مروان بكره الساعه 8 حبيتك ابو سعيد اتفقنا؟ والله يسر لك اموره. شحرور عود بكره بتنظف لي الطاولات كلها وبتظبط لي الكراسي اتفقنا؟ فهمان ولا لا؟ فهمان ولا لا؟ ولك احكي فهمان معلم فهمان امرك امرك معلم. قلت لك ما تدخن انا؟ هيك خوف سعيد خوف. شحرور شو بك متلبك انت بحالك؟ والله والله يا معلم انا ما بدخن بالعاده بس طيبوني اياها الزباين الله وكيلك. لك اي زباين؟ اذا ما عندنا زباين اه اي حد في الفجر. شفت لك ابو سعيد؟ لك الله يرزقك يا ابو سعيد، شوف العالم على الارض، لك ما في عندك محلات. والله كله الفضل لك يا ابو. لك لا يا عمي لا، الفضل لله. سمعونا كيف الاستاذ مالي يا شباب؟ لك يا شحرور يا شاي يلا يلا شحني شحني مالي. بلوعنا غيابه هاي كل بيحب حبابه بلوعنا غيابه. شوفي 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 قاعدين هون ومبسوطين ومروقين حالكم تاركين الرواق كله. فؤاد المصري صاحب قهوة الليالي الحمراء جايب مطربة برقاصتين غير شكل. لك قوموا معي لكم الحاوي. قوموا يا شباب قوموا يا شباب قوموا يا شباب قوموا يا شباب قوموا لك قوموا تعال عازم كل هيك. مطرب ورقصتين خد بطلت روح الله لا يرده. روح سعيد شو بدي روح؟ شوفت عينك وخرب بيتنا. روح سعيد روح. المشكلة مو بالحضور، المشكلة بما يطلبه الجمهور. المسرح صاير موضة للراية
كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت عنا كل جنو غني وعل الصوت عم نحكي عفلاً وفلان بدنا نحكي بأعلى صوت هالفوضى شو فيها جنان جنو غني وعل الصوت عم نحكي عفلاً وفلان بدنا نحكي بأعلى صوت وينك انت يا فنان مسرحنا صوت